الخير مرة أخرى الفل. كافي صباح الخير إبراهيم. ما زلنا في موضوع التعاونيات ونحن أمام جمعية قرى شمال عجلون وتحديدا المجمع الزراعي التابع لهذه الجمعية. للحديث حول هذا الموضوع نتحدث إلى مديرة المجمع الزراعي المهندسة عبير الطوالبي. صباح الخير. يسعد صباحك أخي محمد ويسعد صباح مشاهدينا الكرام. طيب بدنا تحدثينا يعني حول هذا المجمع، ما هي الخدمات الذي يقدم؟ المجمع الزراعي عبارة عن منشأة زراعية تحتوي على عدة أقسام. عندنا قسم للتبريد يحتوي على 9 برادات، سعة كل براد 80 طن، وبالإضافة إلى برادين سعة كل براد منه 120 طن. البرادات هاي لتخزين المنتجات الزراعية اللي بتكون زايد بتزيد عن حاجة المواطنين فبنخزنها لهم من أجل إيش؟ تسويقها لاحقا وبأسعار بتكون مناسبة، بتعود لهم بمردود مادي. مثل ايش اللي يعني اللي بيتم تخزينه على مدار السنه؟ يعني لا مش نحكيش عن الموسم اللي احنا فيه، لكن بشكل عام بنخزن ماده الاجاص، بنخزن التفاح والرمان والبطاطا. طيب في هناك طبعا معروف انه محافظه عجلون فيها العديد من المنتجات الزراعيه باكثر من موسم، يعني موضوع العنب، التين، الأجاص، التفاح، يعني شو اللي بتعاملوا فيه المزارعين من خلال هذه المنتوجات اللي يعني أحيانا بتكون بغزارة بهذه المحافظة؟ قسم منها بيتم تسويقه من قبل المزارعين، وقسم آخر بنخزن لهم إياه بالبرادات، واللي بيزيد عن الحاجة عن حاجة المزارعين بنقوم إحنا بعمل المربيات والمخل، الخل الطبيعي لمادة التفاح، وكذلك المخللات. إحنا عندنا قسم للتصنيع بنصنع فيه المخللات بكافة أنواعها. طبعا إحنا بنعرف أنه يعني هذه الجمعية وهذا المجمع يحظى باهتمام من قبل جلالة الملك وجلالة الملكة، حيث جلالة الملكة زارت هذا الموقع أكثر من مرة، ونحن نعلم أنه هذا المجمع أنشئ من خلال مؤسسة نهر الأردن وبدعم من مؤسسة نهر الأردن من خلال يعني مشروع قارب على 1.25 مليون. ماذا يعني لذلك لابد انه هاي المنتجات بتكون على جوده عاليه من مواصفات والمواصفات والمقاييس وامور الصحه. حدثينا اكثر عن الجمعيه بشكل عام، الهيئه العامه، يعني عدد المنتسبين. طبعا تاسست الجمعيه في عام 2002، وفي عام 2005 تم إنشاء المجمع الزراعي بتمويله من وزارة التخطيط ومؤسسة نهر الأردن. حظي المجمع الزراعي بعناية من جلالة الملكة رانيا حفظها الله، وقامت بزيارته عدة مرات، لذلك يعني كان المجمع بمثابة كان المجمع الزراعي بمثابة طيب احنا بدنا يعني تعطينا اخر يعني حديث حول هذا الموضوع الان، يعني ما هي دعوتكم للمزارعين في هذا الموسم؟ ندعو المزارعين بالموسم، اي مزارع ما بيقدر يسوق منتجاته احنا بنقوم تخزين الفائض من المنتجات الزراعيه، وكذلك نقوم بتصنيع اي شيء بيزيد عن حاجته. طيب شكرا لك مهندس عبير، واحنا شاكرين لك على يعني هذه اللقاء خلال هذا الصباح من مجمع قرى شمال عجلون. زملائي في استوديو برنامج يوم جديد كنا معكم في رسالتين حول موضوع التعاونيات في محافظة عجلون والنشاطات التي تقوم في هذه الجمعيات ومن أبرزها جمعية قرى شمال عجلون. إليكم زملائي في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال باقي فقرات البرنامج.